حتى الاختفاء ديالو ما ظنيتهاش ما ظنيتش انا باغي تختفى ما ظنيتش انا باغي نمشي ما ظنيتش حيت حيت انا قال لي عمتي زعما بالفرحه ماشي ب... ماشي بقلق ماشي تخاصمت عليه ماشي حتى شي حاجه قال لك عفاك عمتي بغيت نمشي نلعب قالت لي واخا ما تعطلش 12 ديال الليل ما تف... ما... ما تلقاش في الزنقه الساعه 10 9 الليل تلقاك عندي باش تعشى باش ت... 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 تنعس المدرسه قال لك واخا عمتي دابا نجي اه ما ظنيتش فيها بهم راه ما تخاصمت عليها ما ضربته ما حتى حاجه الله يرحم والدينا الناس اللي تسمعني اللي تشوفني أنا تختلف عليا نهار الحد بين العشرة الليل وبين تسعة الليل هاد الولد ما عرفت زاد بيه شي حد واحد اللي الله اللي سمعني ولا دا شي واحد لشي بلاصه الله يرحم والدينا اللي كتسمعني ولا كتشوفني رجع عندي سعيد راه الا بغيتي تمشي عند باك قول نقولها ليا نديك الا بغيتي تمشي عند خوالاتك عند خالاتك نمشي نديك انا ما تديش لي بحال هكا وتخليني كنبكي وتخليني ما واكله ما شاربه ما كانش ماشئ ما كان ما تنطيبش دن صراحة عز ناقد نقلب عليك ما خليت جراتي ما خليت القهوه ما خليت حتى شي بلاصه وين ما قال لي عقلي غادي تكون فيه غادي نقلب المهم مات لي مو نهار 19 نهار 2019 مات لي مو عنده ربع سنين وجابوا لي خويا قلت لي قال لي, لي عند خالتو شي ربع شهور ولا ما عرفت شحال اتصل بيا خويا قال لي راه ولدي كان عند خالته راه ضايد لها الصداع راه لها المشاكل مع راجلها مع مالي المهم هي مريضه بالسكر انا مريضه بالسكر وتقبلت عليها واخا مريضه بالسكر راه نتقبل الوالد ونربيه انا نتا انا مريضه بالسكر انت انا مريضه ومريضه ولكن ما يمكنش نتخلى على الولد ولدي هذا اه كما ولد خويا هذا ما زلت نحسبوش ولد خويا انا نحسبو ولدي جابوا لي ولدي خويا عنده ربع سنين ربيتو دخلتو المدرسة داويتو بخير ولا خير حمام ولباس وحوايج وكل شيء ما غير تنخدم ما تنخصو حتى شي حاجة طيب طبيعة الوليد كي دايرة دي <applause> واخا قاصح شوية وداصر ولكن تنتحملو كنتحمل الضصر ديالو تندير ليه المستحيل تنخاصم عليه تنردو للطريق مستقيم تنخ ما تنخ ما تنحملش اللي ضربو ما تنخ ما تن, تن... تنحامي عليه تنصبر من حقي تنصبر من راسي باش نربي هذا الولد ما خ... ما تنحملش اللي ضربو ما كنحملش التعاده ما كنحملش تراني شي حاجه تنحامي عليه بزاف وتنخاصم عليه ما تمشيش هنا ما تدرش معانا وما تبشي حد وما تخاصم خي... بعد من الصداع بعد من المشاكل انت في قرايتي قلت الله يرضي عليك باش تكون هكا باش تكون هكا تنعاونو بزاف تندير شي فكره الخير في مستقبله هاد قبل ما 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 وقع شي سوء تفاهم لا لا ما بقى حتى شي تفاهم ما ما عليهم ما ما حتى حاجه خرج بخاطرو للزنقه تيخرج كيما العاده تيخرج تيرجع تيخرج تيرجع كيما العاده تنطلقو ما كنخسرش ليه خاطر تيقولها بيت مشي لعيب تنقول ليه واخا تلعب ما الدراري كيما الدراري كاع ديال الحومه تيجي طيب بعد الدراري بخير وعلى خير تيجي ليه بخير وعلى خير سير تخسر رجليك اجي تتعشى وتنعس هكا هادي كما العاده تندير ليه مشيت للكوميساريات مشيت للجراد مشيت للمدينه جامع الفن ماشي كل جامع فينا مشيت للسيفيتي مشيت للكتبيه ما خليت فين قلبت عليه الولد اختفى بحالي لا سرطاتو الارض الوالدين المسمعين اللي تشوفني اللي تسمعني اللي شو اللي يسمع اللي تلقى سعيد وطازول ترى عنده لابس سروال تركو زرقاء بالخيط رقيق ومن هنا لكم تلقى بيجا ولا سروال سرفيت ولا بس بالاحمر حلو والكحل والبيض راه فيها الف زيم وعندو الكزيمه في رجلي الله يرحم الوالدين اللي تسمعني اللي عنده السايلات شفنا السايد الا كنت في شي بلاصه تشوفني الله يرضي عليك اولدي اجي انا ما ندير لي بحال هكا الا عند باك نديك الا بغيت عند خواتك نديك الا خصك شي حاجه قولها لي ما ديرش لي بحال هكا الله يرحم والديك شكرا انا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي